ولكن مش هيدا العزاء. العزاء نعمله العدالة، والعدالة رح بتقوم بيقوم بواجبها على الأقل مثل ما بتعرفوني أو بيعرفوني أهلكم. أنا العماد ميشيل عون، تعرفوني بالحرب، تعرفوني بالسلم. ما في حدا بيقدر يدفشني باتجاه الخطأ، ولا حدا بيقدر يمنعني من كشف الحقائق. انا حبيت اقول هالكلام هيدا ليسمعوني كل المواطنين، لان انا منهم على كل حال. انا مش جاي من القصور، انا طالع من الشعب، بعرف كل بيت. كتار من الشعب اللبناني من الشمال الى الجنوب الى الشرق، عائلات كبيرة بعرفها كلها، وكلهم بيشعرون كأنهم قراب مني، وهن بيعرفوا بالسلم عرفوني وبالحرب عرفوني. أني ما بتراجع قدام لا مسؤولية ولا عن الإقدام في سبيل الدفاع عن وطني. بهالمعنى هيدا مين الوطن؟ هن الشعب. هلأ من كل قلبي بعزيهم، ورجع التاني تعزية بتطبيق العدالة. بهيدي العدالة ما راح في يكون كبير ما بينتقل ولا صغير. مش مثل العادة الصغار بياكلوها. في كاتب فرنسي مشهور بلزاك قال القانون مثل خيوط العنكبوت، بيخرق الدبان الكبير وبيعلق فيها الدبان الصغير. هون ما راح يكون في حدا صغير ولا حدا كبير. ابواب المحاكم راح تكون كلها مفتوحه قدام الكبار والصغار. فخامه الرئيس، كمان نحن باسم الزملاء بنعزيك كرئيس لكل اللبنانيين. السؤال حددته بمجلس الوزراء سقف للجنة التحقيق، هل بلش يوردك معطيات عن نتائج هذا التحقيق، الأسباب، وكيف بتفسر خروج البعض للمطالبة بتحقيق دولي؟ ألا تعتقد أن المطالبة بتحقيق دولي الهدف منه تضييع الحقيقة؟ أكيد. وفي عنا مثل تاريخي، والحكم بعد شيء له معنى إذا طور، لأن لازم تكون القضاء سريع بهالموضوع، لأن مثل ما بيقولوا العدالة المتأخرة ليست بعدالة. العدالة لازم تكون فورية طبعا، بيكون بدون تسرع، لأنه نتأكد من المجرم أنه هو مجرم والبريء هو البريء. الحادث كيف صار؟ في احتمالين وبينقسم لثلاث أقسام. القسم الأول كيف فات المواد، كيف فاتت المواد المتفجرة وانوضعت بالمرفأ، وهون في مسؤولية، مسؤولية حفظ المتفجرات. 7 سنوات مرق، عدة حكومات ومرق عدة مسؤولين، فيهم كتبوا للسلطات المختصة بالمرفأ والمسؤولين عن الموضوع وأنذرون. طبعا كان في عدم إدراك أو إهمال بالقيام بالأعمال اللازمة حتى ما نوصل لما حدث اليوم. يمكن يكون هالشي وقع كحادث،
عن إهمال أو عن تدخل خارجي، بجوز بواسطة صاروخ، بواسطة إمبلي، بواسطة. هيدي طلبنا، أنا شخصيا طلبت من الرئيس الفرنسي إنه إذا عندهم صور جوية يعطونا إياها حتى نقدر نحدد إذا كان في طائرات أو نشوف بهالصور شيء من الصواريخ، وإذا ما نوجد عندهم رح نطلب كمان من دول أخرى يكون عندها الصور حتى نحدد إنه هالاعتداء خارجي أو لا، مثل ما الاحتمال الثاني يكون بإهمال بالمخزن. والتحقيق اللي عم نجريه اليوم هيدا بيتناول مسؤوليات على الأرض، قبل تاني شيء إنه الأكسيدان على الأرض، والتالت جاي من الجو.